أساتذة في الشباب والرياضة اللي بيقولوا كلنا كل التحية والتقدير، لأن للأسف شخص ترك نادي الزمالك بتقديم جهاز مركز المحاسبات 982 مليون جنيه إهدار مال عام واستيلاء على مال عام وما عملش تالت، ما جابش صفرين. هذا الشخص قدم شكوى من مدير شباب الرياضة قناة السيد الأستاذ أحمد صالح أكيد رئيس شباب الرياضة بالجيزة، وخليني سيادتكم ممدوح محمد فتحي عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بين قوسين 9 سنين بالتعيين وسنة ونص للتزوير، بس عشان نبقى فايقين وعارفين. الراجل بيقول ما تعملوش جماعة مننا، أنا لغاية دلوقتي مش عارف ليه. طب احنا مجتمعين عشان ندافع عن حقوق المدينة،